صباح الخير على عيون كل متابعينا، نطل عليكم بحلقة جديدة من صباح الشرقية، ويانا فقرات مواضيع وأيضا ضيوف، نأمل أنه تنال حلقتنا إعجابكم. يسعد لي صباح الخير. يسعد صباح الشاهد وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. نبلش وياكم يوم جديد وحلقة جديدة، والبداية أكيد مع العناوين. ما هو المعلم أو الصرحة الذي تتمنى أن تزوره أو تسافر إليه؟ هذا هو موضوع استطلاعنا لحلقة اليوم. والإصابة بالسمنة ومخاطرها مع الدكتور ريباس طاهر، اختصاص التغذية ومعالجة السمنة. عراقية مقيمة في تركيا ألهمها البحر لصناعة أعمالها الفنية. والرسامة كروم ياسيم تكلمنا عن مسيرتها في الفن والرسم. في الخبر المنوع لهذه الحلقة، رجل تايلندي بعمر 102 يسجل رقما قياسيا في العدو ويؤكد أن العمر مجرد رقم. مشاهدينا، وبنهاية العناوين أكيد ما راح ننسى نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح، اللي هو ما هي المعالم السياحية التي تتمنى زيارتها أو السفر إليها؟ نذكركم مشاهدينا بالهاشتاغ والكيو ار الظاهر اسفل الشاشه، وتقدرون من خلاله تنطونا مقترحاتكم واي دوله تحبون تسافروا لها او اي معلم سياحي تحبون تزوروه من خلال صفحه الشرقيه الخاصه بالانستغرام. اكيد احنا نبلش الحلقه حتى نشوف اراء المشاهدين. مشاهدينا، كلنا نحب السفر، ونادرا جدا انه نشوف اشخاص ما يحبون يسافرون او يبقون نفس مكانهم. بما انه احنا كلنا نحب السفر، فاكيد كلنا اكو بالنا دول ووجهات واكيد معالم سياحيه نتمنى بيوم من الايام انه نروح لها او نزورها وناخذ صور بها، مثل برج الايفل او بباريس او الاهرامات، ساعه بيج بن. اكو هوايه معالم احنا نتمنى يوم من الايام نزورها ونطق صور عدها. بالتأكيد زين، وعلى هذا الأساس راح نروح ونسأل الناس عن استطلاعنا لحلقة هذا اليوم. ما هو المعلم أو الصرح الذي تتمنى أن تزوره أو تسافر إلى؟ خلينا نشوف الاستطلاع مع بعض وبعدها راجع. صراحة أنا ما أفضل المعالم، أفضل الطبيعة أكثر. يعني أحب مثلا الجزر اللي موجودة باليونان مثل سانتوريني، أو جزيرة بالي اللي بإندونيسيا. يعني أشوف أنه الطبيعة أحلى، أنه ما أحس مثلا المعالم كلش أستمتع بها، يعني أستمتع بالطبيعة أكثر. حاليا أحب أزور المعالم العراقية الموجودة عندنا، مثل الأهوار، مثلا ملوية سامرة، هواية مكانات عندنا بالعراق. أول شيء لازم نزورها ونسلط الضوء عليها، بعدين وراها نقدر نسافر ونستكشف المكانات الخارجية الموجودة مثلا. والله حتى نشجع السياحة تكون بالعراق، تنتشر أكثر، يعني حتى يجونا من دول وبلدان ثانية للعراق. طبعا عندنا الأهرامات مثلا، مصر، دول عربية عندنا هواي أشياء كلش حلوة بيها. والله هواية حابة أزور الأماكن الأثرية مثل أثار بابل وملوية السامراء. والله دراسات درست عنها وسامعة عليها أنه أماكن كلش حلوة، وبالأخص أنه هي أثرية. حابة تزورين أماكن خارج العراق؟ أي مثل اللي موجود بمصر. والله انا احب ازور الملويه مال سامراء، لان بيها هواي اماكن قديمه
وأثرية، يعني الواحد من يروح يتذكر الأجداد القديمة، العالم القديم، يعني بيها هواي هواي أمور يعني تذكرك بالقديم. أكو أماكن أخرى حابب تزورها؟ إي بابل، متاهة بابل هم يعني مثل ما نقول تباوع على الأثريات، الحجر القديم، الذهب، يعني هواي أمور بيها هي هاي. حابب تزور أماكن أو معالم خارج العراق؟ إي فرنسا بيها برج إيفل، حسب ما يعني واحد، واحنا نبقى يعني ولد البلد ولد العراق وهاي، بس الواحد يروح يغير جو، تروح على المناظر العالم. القدس، فلسطين، اي منطقة تاريخية قديمة، قبلة الإسلام الأولى سابقا، وأحب الحضارة اللي بيها. أحب أن أزور مكة المكرمة، يعني بيها تراثنا في شيء. يعني هو حس واعز عندي أنه أنا كمسلم هاي الأماكن من أذهب لها راح يتحفز عنده هذا الدافع، تاريخ الأجداد، تاريخ حضارتنا الإسلامية، وكذلك هي بلدان متقاربة ويانا بلدان عربية متقاربين تقريبا. احنا اول نشتغل بالإيفل، احب ازور برج الإيفل، وثاني شيء اي مكان مالته، موقع مالته كلش حلو، وبيا غرفة انا فد مرة قرأتها بالفيس، بيا غرفة يعني هذا الولد اللي سموها هذا المكان، بيا غرفة سوا غرفة حال لحالة، وبيا اشياء قديم، يعني مكان حلو كلش، وتقدر تشوفين كل فرنسا بيه. لا عشان اكو بندقية، الجزيرة البندقية هم كلش حلو، تمشي بالمي مالته كلش حلو في ايطاليا. ايطاليا برج ايفل اللي هو موجود بباريس، واحب اصعد على البرج واستطلع المنطقة اللي بيها كلها، وهي دولة حلوة ومشهورة، ومنيتي أوصل لها إن شاء الله. منطقة ودولة حلوة وجميلة والأمان بيها، وإن شاء الله يصير يمنا هم كذلك، وكلش حلوة هي عجبتني يعني كلش. موجودة هي، أحب طبعا موجود مصر إنه الأهرام أزورها، والإمارات البرج مال برج خليفة بسوريا. المعالم هم اكو هناك بحقيقة يعني ما اعرفها بالضبط، بس يعني هواية شوقوني عليها وقالوا لي عليها يعني، وحابب ازورها يعني، هم اراجع التاريخ والتاريخ حلو يعني، وهم يعيد ذاكرته التاريخ. لا حقيقة يعني ما ظل على بالي يعني، بس سولفوا عليها هواية حلوة يعني خارج العراق. رجعنا وياكم مشاهدينا، وبعد ما شاهدنا هذا الاستطلاع والكثير من الآراء المختلفة اللي كانت من قبل الناس اللي يعجبهم يسافرون لأماكن معينة سياحية وممكن تكون معالم، فأكثر الأجوبة كانت على باريس، برج إيفل. صح، زرتها في اليوم؟ أنا رحت بيوم من الأيام لباريس، ما كانت فترة كلش طويلة، شفت أنه معلم حلو، لكن مرات أنت تخلين بعض خلينا نقول هاي اكسبكتيشنز، عبالك انه هذا المكان راح يكون كلش واو، بس بالنهايه كل واحد عنده اماكن سياحيه او معالم اثريه هو مخليها بباله، لازم من اليوم ايام
يروح يشوفها ويطق صورة، لأنه دائما تبقى في الذكرى حلوة إنه تاخذ صورة. هي خاصة هذه الصور يعني تشوف العالم لازم تليفوناتها وتتصور من الأماكن اللي السياحية، حتى لو إذا هم مو كلش عاجبهم بس تصادفهم إنه سفرة لمكان سياحي ومعلم سياحي فتشوفهم مشغلين تليفوناتهم ومحتفظين بالصور. عندك أماكن معينة يعجبك تزورها خالها بالك؟ إي يعني أهرامات مصر من الأماكن اللي مخليها يعني بالي يوم الأيام إذا جت لي الفرصة أروح أشوفها، لأنه صراحة الهندسة بهاي الأهرامات هي فد شيء خرافي جدا، ودائما تخلي الواحد أنه نصفا يقول شون بنوا هاي الأهرامات. وتاريخ أكيد مصر هو تاريخ مليء خلينا نقول حضارات، فيوم في الأيام أكيد أنا أتمنى أروح أشوفها. وأنت شنو؟ أنا رحت مصر ورحت للأهرامات، كانت من الأماكن اللي كل شيء يعجبني أزورها. وفعلا هسا أنت شون قلت باريس يعني تشوفها عادية بس الأهرامات راح تنبهر، صح؟ يعني تقول سبحان الله شلون كان نعطيهم عقل فكروا وبنوا مثل هيك اهرامات عملاقه. فلا لازم نسوي لك سفره. انت شنو يوم ايام تتمنين تروحين الى مكان بعدك ما بعض الاماكن شفرته. انا بعض الاماكن كان يعجبني ازورها وزرتها. فمثلا تمثال الحريه، الوايت هاوس، دبي من الاماكن اللي انا يعني برج خليفه اوكي، برج خليفة، برج العرب، وأيضا مثل ما قلت لك الأهرامات. لكن المتبقي هو لندن ساعة بيج بن. حلو، يعجبني من أماكن يعجبني أزورها لحد هسه ما زرتها. شاد قد عندنا أماكن حلوة، إحنا معالم سياحية داخل العراق إحنا يحتاج بس شوية نهتم بيها. يعني زقورة أور أو مثلا ملوية، أكو أماكن كلش حلوة يوم أيام أكيد، يعني أكو معالم كلش سنتر حلوة. سنتر مهم جدا للسياحة. بالضبط، ليش ما نصير إحنا همينا يوم الأيام عالم تتمنى تجي تزور هاي المعالم. بس تعرف إحنا عندنا أيضا بابل. بابل همينا موجودة. بابل من الأماكن اللي مثل ما قلت إذا اهتموا بها، لأنه هي من صنفت من عجائب الدنيا السبعة، الحدائق المعلقة همينا. نعم. فهاي الأماكن إذا بس شوية نهتم بيها ونبينها أكيد أكو مئات الأشخاص بأوروبا خاصة أو أماكن خلينا نقول في الغرب يتمنون يزورون هاي الأماكن، لأنه بالتحديد بلاد ما بين النهرين هي فد أرض مرت عليها خلينا نقول يعني مختلف الإمبراطوريات. نعم. مختلف الحضارات، فليش إحنا همينا منكون همينا من هاي الدول. مشاهدينا راح ننتقل وياكم للموجز الصباحي اكيد مع مروه. ونصبح عليك مروه، صباح الخير. صباح الخير، كيف كون اليوم؟ صباح يا صباح الانوار، يا اهلا. اليوم عنا هيك اخبار منوعه ومشكله، في منا خبر كثير بهم العراق الا وهو ارتفاع سعر برميل النفط. ان شاء الله يا رب يعود هالشيء بالخير على العراق. يا رب. ان شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا. حدد مجلس النواب العراقي جلسه السبت المقبل للتصويت على فتح باب الترشح الى رئاسه الجمهوريه. واظهر جدول الاعمال الصادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيصوت بعد غد السبت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تشكيل لجان دائمية للمجلس. ويحاول شباب عراقيون الهروب من أجواء التوترات الأمنية والسياسية في بلادهم عبر رياضة الجري السريع والقفز والتقلب في الهواء والتي تسمى رياضة الباركور. ويقول شباب عراقيون إن الإحباط دفعهم للتوجه إلى ممارسة الرياضة التي لم يتمكنوا من تحقيق أي ربح مادي من خلالها، ما دفع العديد منهم إلى التخلي عن طموحاتهم في الاحتراف والالتحاق بأعمال أخرى يكسبون من خلالها الأموال. أزالت قوة أمنية في بغداد صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مرفوعة في شوارع وتقاطعات رئيسية في العاصمة ضمن حملة نظمها عراقيون لدعم الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وقالت مصادر أمنية إن القوات الأمنية تلقت بلاغا رسميا بمنع تعليق أو رفع أي صورة للرئيس الروسي في شوارع بغداد، وأصدرت أوامر مشددة بتوقيف أي شخص يخالف التعليمات. وكانت صور الرئيس الروسي التي انتشرت في بغداد حملت هاشتاغ أصدقاء الرئيس، وكتب عليها باللغة الإنجليزية نحن ندعم روسيا، إلى جانب التوقيع الشخصي لبوتين.
سجلت أسعار النفط العالمية قفزة جديدة لتتجاوز 117 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت 3 دولارات و62 سنتا ليصل إلى 117 دولارا و18 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2013. وسجل خام غرب تكساس 113 دولارا و88 سنتا للبرميل، مرتفعا 3 دولارات و28 سنتا بعد أن لامس أعلى مستوى في 11 عاما. إلى روسيا، حيث بدأ المواطنون هناك يتلمسون أثر العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على بلادهم ردا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن دور السينما في روسيا اضطرت إلى إلغاء عرض الأفلام الأمريكية بعد أن أوقفت استديوهات ديزني وورنر وأيضا سوني عرض الأفلام في روسيا، كما لم يتمكن عملاء نتفليكس في روسيا من دفع اشتراكاتهم ببطاقات الائتمان الصادرة عن بعض البنوك المحلية. وأصبحت شركة أبل أحدث شركة كبرى توقف جميع مبيعات المنتجات في روسيا، إضافة إلى إيقاف خدمات محرك البحث العالمي جوجل. هذا وبدأت شركات عرب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الشعب الأوكراني في تسجيل جديد دعاهم خلاله إلى مواصلة الدفاع عن بلادهم. ووجه زيلينسكي رسالة للشعب الأوكراني قال فيها: نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع ولن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا، لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة. ولم يعلق زيلينسكي على الأنباء التي تداولتها وسائل الأعلام والتي تؤكد أن الروس استولوا على عدة مدن منها خرسون. أخيرا، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح ما لا يقل عن مليون مدني من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن الأمم المتحدة سجلت في 7 أيام فقط نزوح مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان الآن لتصمت المدافع حتى يتمكن تقديم أو حتى يمكن تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالنسبة للملايين الآخرين داخل أوكرانيا. هذا كان كل شيء. عودة إلى الزملاء شهد وزين. شكرا لك مروة، أكيد نتمنى سلام والأمان على كل العالم إن شاء الله. سؤالنا اليوم التفاعلي حبينا تشاركين برأيك، أي مكان سياحي عجبك أنه تزوري أو معلم سياحي؟ هلا يعني صراحة قبل ما أطلع من سوريا كنت كتير حابة أجي على العراق، وفعلا اجيت وعشت فيه وهيك. هذه أول زيارة تحققت؟ تماما هي أول أمنية. في أمنية تانية، أنا بحب روح البيرو تشوف الأهرامات هناك والحضارة، حضارة المايا والأستك هناك، فيعني عندي حلم أشوف هناك إن شاء الله يتحقق قريبا. قلتي عراق، أنا جبالي سؤال ثاني، شنو الأماكن اللي حبيتي تزوريها بالعراق أو شنو كان حلمك؟ شنو كنت المعلم؟ حابة أشوف بابل. حلو اللي حكينا بيه. كنت حابة أشوف بابل كتير، كنت حابة أشوف الثور المجنح، ويعني كنت حابة أشوف الأهوار. الأهوار للأسف لسه ما رحت عليها، إن شاء الله يعني الأيام القادمة بدي أروح عليها. رحتي قلعة أربيل؟ طبعا، لانه انا قريت من ضمن التعليقات اللي كاتبيها المتابعين انه يعجبهم يزورون قلعه اربيل. أكيد. وهي مصنفه من قبل منظمه اليونسكو انه صح. يعني معلم تاريخي مهم بالعالم، هي اكثر مدينه تم يعني استمر العيش بها لمده اكثر من 2500 عام، فاكيد هو معلم مهم جدا موجود بالعراق. لازم اي احد يجي اربيل لازم يزور القلعه. بدي اقول لكم كمان شغله، كل يوم بحس هالشعور انه اربيل كثير بتشبه الشام بكل شيء. بكل شيء عن جد. أنا عشت بالشام وفعلا اكو هيك شيء، خاصه الجو والناس، طبيعه الناس. فعلا شكرا لك مره، وشكرا لاخبارك. اكيد مشاهدينا، نذكركم بسؤالنا التفاعلي، اكيد نشجعكم حتى تعلقون، اللي هو: ما هي المعالم السياحيه اللي تتمنى بيوم من الايام تزورها؟ واحنا مستمرين حتى نقرا تعليقاتكم مشاهدينا. التعليقات طبعا اختلفت، لكن يعني الاغلبيه قالوا الاهرامات، مثل ما ذكرت اني قلعه اربيل، حابين يروحون امريكا. فعندك تعليقات؟ اكيد همينا كاتبين برج ابيزا في إيطاليا، وأيضا طوكيو روسيا، الساحة الحمراء اللي هي مشهورة جدا، مالديف،
ماضي فيه أكثر سياحية ما تكون هي معالم أثرية، بس من هواية كاتبين معالم سياحية داخل العراق واني يفرح أكيد هذا الشيء فرحنا بالفعل. فمستمرين مشاهدين وياكم وننتظر كل تعليقكم من خلال صفحتنا التابعة على الانستغرام الشرقية. وحاليا راح ننتقل إلى تقرير إخلاص. هي عراقية مقيمة بتركيا، ألهمها البحر حتى تسوي أعمالها الفنية. إخلاص تروح للبحر وتجمع الصدف والقواقع اللي تجيبها الأمواج إلى الساحل، وبدأت تسوي منها أعمالها الفنية وتستعملها للزينة، تزين بها أعمالها، وصارت أعمالها مطلوبة من قبل الناس وتشارك ببازارات مختلفة. فخلونا نروح مع بعض ونشوف هذا التقرير عن إخلاص. أنا خلاص عراقية مقيمة بتركيا. بدت هوايتي هنا من خلال زيارتي للسواحل البحر. لفتت انتباهي انه القواقع والمحار اشكال جميله واشكال حلوه، فقمت اجمع بيها. بعد ما جمعت المحار وغسلته ونشفته، حبيت يعني اسوي فكره من عنده. سويت فكره الصندوق ولزقته، طلع شيء جميل وحلو. أخذت رأي العائلة، طبعاً عجبهم هذا الشيء. وبعدين حبيت أنه أطور شغلي كبداية يعني للبيت. وبعدين فتحت ورشة واشتريت العدة، جبت العدة، الأصباغ، السيليكون، الأشياء اللي أحتاجها بالشغل. فقمت بين فترة وفترة أروح للبحر أجمع المحار. قسم من المحار انه يعني اقعد اصبغه، وقسم الاخر لا، يعني هو ملون ما يحتاج، يعني شكله هو حلو. طبعا سويت انه يعني سويت هاي الصناديق مثل ما تشاهدون، هي يعني انه حافظه على فارغه، زينتها طلعت بشكل كلش حلو. يعني راح ينحط بيها مثلا الاكسسوارات، مثلا يعني الشوكليت او اي شيء انه واحد يحب يخلي بيه، تحول الى شغله كلش حلوه مثل ما تشاهدوا قدامكم. بالاضافه الى استغليت القواقع الحجم الكبير، سويتها على شكل يعني شغلات تنحط على الميز منضديه، خليت بيها نجم البحر، خليت بيها ورد، خليت قسم شمع، يعني شمعة خليت بيها، طلع شكلها كلش جميل. ويعني واحد يستفاد من عنده وشي حلو ورخيص ومو مكلف، كل شخص يقدر يستغل هذا الشيء ويسويه. طبعا سويت شغلات متنوعة مثل المراية، سويت لها إطار من المحار، طلع شيء حلو. وخليت لها طبعا همينة نجم البحر، خليتها سبع عيون. احنا بالعادة العراقيين نحب هاي الشغلات السبع عيون. وبالإضافة إلى أنه سويت تعلاقات تنحط مثلا بالممار بالشيء مال المفاتيح، سويت إطار مثلا للصور، يعني شغلات متنوعة وحلوة عجبت الناس. وبالإضافة إلى أنه هواي صار طلبهم عليها، وشاركت طبعا أنا ببازارات عدة، والحمد لله أنه الناس انعجبوا بشغلي. وهو كله شغل بسيط وصح ومتعب طبعا، بس من انه اشوفه انه الناس تعجبه اني افرح، يعني انه هذا شغلي وهذا انتاجي عجب الناس. طبعا انا جدا فخوره بشغلي، انه قدرت احول هاي الاشياء البسيطه الى اشياء مفيده، يعني نستفاد بالبيت بالمكاتب. والحمد لله والشكر، ويعني أشكر أنا كل من شجعني وكل من ساندني، وأشكركم هواية.
مكملين مشاهدينا وياكم حلقتنا لهذا الصباح، ومعنا اليوم ضيفنا طبعا باشر، راح يكون اليوم العالمي للسمنة بتاريخ 4/3 من كل سنة. فهذا اليوم راح يركزون به على كيف نعالج تعالج السمنة، ويحاولون قدر الإمكان أنه يركزون عليها، لأنه إحنا كلنا نعرف السمنة هي تسبب جميع الأمراض، وهي من كل الأطباء ينصحون بمعالجة السمنة حتى نكون احنا بجسم صحي ونتجنب جميع المشاكل. اليوم راح يكون ضيفنا هو الدكتور، تكلمنا عن السمنه. ضيفنا اليوم هو الدكتور رباز طاهر، اختصاص التغذيه ومعالجه السمنه، واللي راح نتكلم به معه ونتحدث معه بخصوص السمنه ومشاكلها. يسعد لي صباحك دكتور. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير للشرقيه وجمهور الشرقيه الكرام. شكرا لك دكتور. طبعا السمنه يعني هذه مشكله ويعني ازليه الصراحه، يعني دائما احنا بين فتره وفتره نطلع يطلعون الاطباء ويحذرون من السمنه. ما طلع يعني عفوا ما طلع دكتور ونصح بها. احنا نعرف انه السمنه هي شيء سلبي للانسان، فاطلب من عندك انه عرف لي شنو نقصد بالسمنه، شنو هو الوزن الزائد اللي ممكن يسبب الى امراض ومشاكل اللي لازم نتخلص من عنده اذا وصلنا لهذا الوزن. طبعا السمنه هي عباره عن تراكم مفرط للدهون في الجسم بصوره تؤدي الى ضرر بالصحه او تؤدي الى اصابه الانسان بالامراض المزمنه. طبعا السمنه مضاعفات كلش هوايه، اكثر من 200 مضاعفات وأمراض وحالات صحية. مثلا الإصابة بمختلف أنواع الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا، خلينا نقول في هذه الفترة أو في الزمن، مثلا الضغط، السكري، أمراض القلب، السكتة الدماغية، الجلطة الدماغية والقلبية، وأنواع لا تحصى من خلينا نقول السرطانات، كلها هاي من مضاعفات الإصابة بالسمنة. فالسمنة صراحة يعتبر خلينا نقول وباء عالمي في هذه الفترة. زين دكتور، بما أنه إحنا مثل ما قالت شهد أنه باتشر هو يوم العالمي للسمنة، شنو هي آخر الإحصاءات العالمية الموجودة حول هذا الموضوع؟ طبعا الأرقام مع الأسف في تزايد مستمر، والأرقام والإحصائيات كلش مخيفة. مثلا في أقل من 50 سنة عدد المصابين بالسمنة ازداد 3 أضعاف، يعني هاي مشكلة كبيرة. نعم. أنا إذا أحكي على صعيد العالمي مثلا هسه أكو 2 مليار شخص، خلينا نقول إحنا إذا نحكي بحدود 2 مليار شخص عندهم زيادة في الوزن. من هذولي مثلا عندهم 800 مليون شخص مصاب بالسمنة بمختلف درجاته، يعني سمنة مرحلة أولى، سمنة مرحلة ثانية، أو سمنة مرحلة ثالثة اللي هي سمنة مفرطة. والمشكلة يعني سنويا على صعيد العالمي أيضا يموت ما يقارب من 3 ملايين شخص، إما نتيجة الإصابة بالسمنة أو من مضاعفات السمنة وزيادة في الوزن. طيب دكتور، هذه بالنسبة للإحصائيات العالمية. صح. وعلى صعيد العراق شنو الإحصائيات؟ مع الأسف من نجي للعراق، حسب آخر الإحصائيات البحوث اللي سويتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية، الأرقام طبعا أكثر إخافة منها، يعني 33 راح نشوف بأنه تقريبا 65% من جميع العراقيين البالغين مصابين بزيادة الوزن، ومنهم 33% عندهم السمنة. يعني حتى أبسط الشغلة، من كل 3 أشخاص في العراق أكو شخص واحد البالغين، شخص واحد فقط هو عنده وزن خلينا نقول صحي ومضبوط، الأخ عنده خلينا نقول زيادة في الوزن، والثالث عنده سمنة. يعني كتبسيط، من كل 3 واحد سمين وواحد عنده زيادة وواحد طبيعي فقط. وهي الأرقام طبعا كلش احنا نخاف منها كإخصائي تغذية ومعالجة السمنة. دكتور أنا اليوم حلو أنه نوهت لهذا الشيء، أنه اليوم احنا نعاني حتى داخل العراق من هذا الموضوع. شلون واحد ممكن يراقب، أو شلون اليوم واحد من المتابعين اليوم دا يحب يعرف أنه هل هو وزنه طبيعي أو وزنه شوية بازدياد، أو هو يعاني من السمنة، شلون ممكن هو بالبيت أو شلون يشيك هذا الموضوع؟ طبعا قياس السمنة خلينا نقول
شغله كلش بسيطه، عندنا مؤشر نسميه مؤشر كتله الجسم او بالعام نسميه مؤشر السمنه، اللي هي خلينا معادله كلش بسيطه، نقسم الوزن على مربع الطول ويطلع لي عندي فد رقم. اذا طلع مثلا اقل من 25 يعني انا بالحدود الطبيعي تقريبا. هاي بكل الاحوال دكتور؟ كل الاحوال بلي. اذا اقل من 25؟ بلي، من 18.5 الى 25، بس اذا طلع خلينا نقول من بين 25 الى 30 هاي يعني بانه الشخص عنده زياده بالوزن. بس بيتوجه اذا صار للسمنه يعني بطريقه للسمنه. بلي، هاي خلينا نقول عنده زياده بالوزن، بس اذا صار اقل من 30 او 30 فما خلينا نقول 30 فما فوق، هاي عنده مصاب بالسمنه اللي هي المرحله الاولى والثانيه والثالثه اللي هو السمنه المفرطه. يعني اذا اكثر من 30 مؤشر كتله الجسم، هاي بانه يدل على انه شخص مصاب بالسمنه ولازم يراجع مباشرة. لازم يراجع الطبيب، لازم يسوي حميه، بعدين نجي عليه مثلا طرق معالجه السمنه. بس اهم شيء هو النمط الحياتي، يعني لانه بلي صار صراحه يعني خلل بالنمط الغذائي مالتنا والنمط الحياتي اللي نسميه لايف ستايل. يعني الانسان العصري هسه صار، انا دائما اقول صار اكول وكسول. صح، اكول وكسول. هاي المشكله صراحه، يعني ياكل هوايه وياكل الاغذيه الغير صحيه وماكو رياضه بس مقابل. بلي، ونتيجه للتطور والتغيير صار بالحياه وصار كسول، يعني يقعد مثلا خلينا نقول التطورات التكنولوجيه، الانسان الموبايل، الايباد، اللابتوب، كله هو يشتغل وقاعد وياكل. بلي وياكل. لازم اكو شيء يمه يتسلى بيه. طيب دكتور، مثل ما طرحت انت موضوع الكتله، كتله الجسم، فاكو اشخاص يعني يريدون يقيسون اذا كان عندهم وزن زائد بالبيت مثلا. اني سامعه اكو قياس ما بين الطول، طول الشخص مع وزنه اذا كان هو طبيعي او بدا بزياده. هذا الشيء صحيح؟ بلي، وهاي اللي حكينا به. اني اقسم وزني مثلا على مربع الطول بالمتر ويطلع لي هاي المعادله اللي حكينا، نفسها لحضرتك تقولين. يعني ما يروح على دكتور، لانه اكو ايضا لما يزورون او حتى مراكز ممكن تكون رياضيه او خاصه بالتغذيه. صح، يقيسوا لهم باجهزه معينه، طلع لهم ايش قد عندهم عضل، ايش قد عندهم شحوم، ايش قد. هاي احنا حكينا كشغله بسيطه بالبيت، بس اذا المريض مثلا يراجعني بالعياده انا كطبيب معالجه السمنه، طبعا عندنا اجهزه كلش متطوره، مثلا هاي اللي حكينا به مو كل مرات ينطيني 100%، مثلا خلينا نقول الرجال دا يروح قاع ويمارس الرياضات مثلا خلينا نقول رفع الاثقال او كمال اجسام، طبيعي هاي يكون كتلة العضلية عنده أكثر وزن من وزنه يكون. بلي، ووزن بالمحصلة وزن زيادة، بس مو مؤشر بأنه هو مصاب بالسمنة أو بدين أو سمين. وكتلة عضلية. فبلي بل يعني، فمن يجي المريض يراجعنا إحنا نسوي له فحوصات كلش متقدمة، عندنا أجهزة كلش متطورة، ينطيني تفاصيل الجسم، مكونات الجسم بالمليغرام، يعني بالغرام ينطيني. وهذا الشيء دقيق دكتور. كلش دقيق، بحيث ينطيني مثلا مكونات، إيش قد دهون عنده، إيش قد عضلات، إيش قد ما موجود بالجسم، حتى العظام كلها راح ينطيني تفاصيل، مو بس هاي، مثلا الدهون شلون متوزعه بالجسم. يعني احنا اكثر شيء نخاف منه صراحه هي نسميه السمنه المركزيه او البطنيه. يعني بالعامي الكرش، المشكله احنا موجود عندنا الكرش العراقي، انا دائما اقول يعني اتشاق ويا مرضاي كرش عراقي اصلي، هاي المشكله اللي عندنا صراحه. معلم حضاري. اي بلي، فيعني بحيث صارت علامه خلينا نقول لبعض الناس. فعلا. فالمؤشر عندنا غير قياس خلينا نقول الخصر. قياس الخصر او البطن او الكرش، هاي من بالنسبه لنا كلش مهم، لانه اضافه الى هاي راسا يقول لي المريض مثلا هو في حاله خطر بالاصابه بامراض مزمنه، مثلا السكري، الضغط، امراض القلب، وهاي اللي حكينا به. هذه كلها الامراض تجي من بسبب من السمنه. بلي. انا اكو سؤال ببالي دكتور، دائما نشوف انه اكو اشخاص ياكلون، اذا ياكلون اكله معينه يزيد وزنهم، او شلون الجسم يتفاعل ويا خلينا نقول اصناف الاكل المختلفه. هل اكو اليوم اختبار، انت قلت اكو اليوم اجهزه متطوره، هل اكو اليوم اختبار يقول لي انه شنو الاكلات او خلينا نقول الاطعمه اللي تزيد من الوزن اني كشخص؟ لا. او هاي الشغلات احنا بس نشوفها بال يعني على السوشيال ميديا، هاي ما لها وجود؟ احنا حتى نكون علميين دقيقين، يعني احنا نحكي بصوره عامه، مو خلينا نقول شخص بصوره عامه. الاكلات يعني راح تتقسم نوعين، الاكلات الصحيه والاكلات خلينا نقول المضره اللي تسبب السمنة او ضعف الوزن. الاكلات المضره هاي مثلا اهم شيء احنا نبلش ويا بالمشروبات، مشروبات الطاقه بانواعها، مشروبات الغازيه بانواعها،
ونجي على المشروبات الروحيه الكحوليه همينة. بعدين الاكلات مثل ما حشينا صار تغيير بالنمط الغذائي همينة مثلا هسه الوجبات السريعه الموجوده بكل المطاعم اغلب المطاعم بحيث صار الدليفري وانا قاعد بالبيت واقدر مثلا اسوي دليفري مثلا اوردر ويجيني بالبيت كله واني ولا تحركت ولا شيء فالوجبات السريعه الفاست فود هاي صارت مشكله عالميه مو بس بالعراق كل البلدان بعدين الاكلات المقليه بالزيت او بالدهن هاي مشكله كلش صارت عويصه عندنا مشكله كلش كبيره والاكلات المقرمشه همينه فهاي ونيجي على الاكله المفضله اللي احنا دائما نحبها بالعراق الحلويات والسكريات بانواعها يعني الشحتش لكم الكيك الكليشة البقلاوه والنستله وهاي كلها شغلات يعني صراحه احنا نسميها الاكلات خلينا نقول المضره وبعدين اجي للاكلات الصحيه زين اني يعني الدكتور دا يمنعني من يقول لا تاكل هاي وهاي شنو الحل؟ احنا دائما من اقول لهم يابا لا تاكل هاي دائما اقول انطيهم البديل مثلا احنا نجعل دايت او نسميه خلينا نقول الحميه الغذائيه الصحيه المتوازنه نركز شنو على الحبوب الكامله اللي ويا القشره خلينا نقول القشره ثاني شغله نركز على اكل الفواكه هاي بدل الحلويات انا اركز على الشغلات الطبيعيه اللي هو اكل الفواكه وبعدين اجي على الشغله اللي كلش حلو لازم يكون على موائدنا ويعني كل الوجبات اللي هي الخضروات يعني الخضروات اني اقدر اكلها وما اسمن واقدر اكلها وبحيث يفيدني لانه بالياف كلش هوايه بمعادن بفيتامينات وبنسبه حيل قويه من الماء فكل هاي شغلات موجوده بهاي الاكلات الصحيه طيب اكو بعض الاشخاص دكتور يقول لك اني احب مثلا الحلويات انت ذكرت مثلا احب الاكلات الدسمه خاصه احنا اكلنا العراقي دسم حتى لو يسووه بالبيت حتى لو يجيبوه من برا فهو راح يكون دسم فيقول لك اني احب هذه الاكلات ما اقدر بليله ويوم اقطعهم فهل تنصحهم ممكن انه يقللوه تدريجيا بالضبط يعني مثلا بدل ما ياكل خمس قطع مثلا حلويات ممكن يقدر ياكل واحده او اثنين لو هو مجرد هو كليته يعتبر سكريات راح تدخل للجسم كل زين احنا دائما من يجونا دائما اقول لهم انت عندك نظام خلينا نقول او نمط حياتي مو صحي فمو سهل الانسان يغير لانه هاي صارت عادات مثل ما تفضلتي حضرتك يعني من هو صغير صارت عاده عنده مثلا ياكل هاي الاكلات الدسمه الحلويات والسكريات هاي كلها صارت بحيث من اللاوعي صارت شغلات كلش بديهيه مثلا بدل خلينا نقول المي يشرب اعتيادي المشروبات الغازيه فاني دائما انصحهم يا التغيير لازم يكون تدريجيه خطوه بخطوه اني دائما استفاد من هاي فلا تحاولوا رجاء بين يوم وليله تغير كل حياتك لانه بعدين راح يصير انتكاسه بعدين راح تفشل هاي النمط الغذائي طيب دكتور عندي سؤال حاليا بهذه السنوات الاخيره اللي مضت نشوف احنا اكو بعض الطرق اللي بلشت تكون موجوده حتى بالوطن العربي اللي هي ممكن تساعد اصحاب السمنه على علاجها مثل قص المعده مثل البالونه مثل ابر اعتقد الانسولين اكو بعض ابر الانسولين غير ابره هيك شيء قريب من عنده ممكن يضربوها بمنطقه البطن حتى يتخلصون فاكو كثير من الطرق حتى يمكن اكو بعض الحبوب والادويه فهل انت تنصح انه ممكن يتخذون هذه الاجراءات او يعتمدون على الدايت وينظمون غذائهم بشكل طبيعي ما يلجؤون لهذه الجراحات؟ احنا اهم شيء صراحه هو الانسان من يبدي بهاي الشغله خلينا نقول تخسيس او انقاص الوزن لازم يكون تحت اشراف طبيب مختص يعني اختصاص التغذيه ومعالجه السمنه هاي اهم نقطه ليش؟ لانه اذا ما ملتزم بالنصائح راح يصير عندنا مضاعفات واني يوميه تصير وياي هاي الحالات المريض او المريضه تراجعني وصار عندها مضاعفات فاحنا راح نبلش ما هي طرق انقاص الوزن الصحيه اول شيء من يجيني للعياده اني اسوي له خلينا نقول ايفالويشن او تقييم تغذوي متكامل من ضمن الاجهزه اللي حكينا بها فحوصات مثلا مرات تحتاج فحوصات مال الدم المختبريه بعدين اقعد وياه الاستشاره نبلش وياه بالنصائح التغذويه نسوي له خلينا نقول غذاء او ريجيم دايت صحي متوازن او مرات حسب
العمر والجنس يختلف، مثلا الشخص الفلاني عن الشخص الفلاني يختلف. صح. العمر والجنس والرياضه، او هو شيء يحب اكثر، مثلا يحب الدهون الدسمه، خلينا نقول الاكلات الدسمه، يحب اللحوم اكثر او لا يحب غير شغلات. فاني يا اما انطي كيتو اخلي على الكيتو، يا اخلي على مثلا نظام صحي متوازن. تمام. الغذاء، بعدين الرياضه، الرياضه فقره كلش مهمه لكل انسان يريد يخسر وزن. طبعا. نص ساعه ضروريه من الرياضه الهوائيه. الادويه هم من هاي من اختصاص الطبيب. نعم. بعدين مثل ما حكيت الابره عندنا، واخر شيء اذا ما استفاد من كل هاي عندنا العمليات، واحد من ضمنها القص المعده. اكيد اكيد دكتور، اكيد هذا الموضوع همينه كلش متشعب، وممكن احنا طبعا نسوي حلقات وحلقات نحكي عن السمنه لانه هي جديات، فت موضوع كلش منتشر بالعراق. دكتور نشكرك هواي على المعلومات القيمه اللي انت اعطيناها، واكيد احنا وكل المشاهدين استفادوا. شكرا لك دكتور ونهارك سعيد. شكرا على الاستضافه. مشاهدينا ننتقل لخبر المنوع لحلقة هذا الصباح اللي نحكي به عن عداء، حيث سجل الرياضي التايلاندي سوانغ رقما قياسيا في سباق 100 متر هذا العام، حيث قطع المسافة خلال 27.8 ثانية فقط، ومع العلم أنه يبلغ من العمر 102 عاما. ويشتهر سوانغ بكونه أقدم عداء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وشارك 4 مرات في بطولة تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين. وفي مطلع الأسبوع وخلال دورة 26 للبطولة التي أقيمت في مقاطعة ساموت بجنوب غرب تايلاند، فاز سوانغ بجميع الميداليات الذهبية ضمن فئة 100 و105 أعوام، إذ تجاوز جميع المنافسين في تلك الفئة العمرية بتايلاند. وعندما سجل أو عندما سئل عن سر وراء عمره الطويل، فقال سوانغ: ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا، بالإضافة إلى ذلك تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا. ويعتاد سوانغ المشي يوميا مع ابنته التي تبلغ العمر 70 عاما، مع القيام بالأعمال المنزلية بسيطة مثل أيضا كنس الأوراق المتساقطة في الحديقة، وأيضا يتدرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنته قبل المنافسات. شنو رايك يعني خبر؟ احنا اليوم كنا نتحدث مع دكتورنا عن السمنه، والخبر المنوع اجى عن الصحه والرياضه والجسم المثالي، ويعني شوف ايش قد ينفع ما شاء الله عمره 105 عام، وقدر يشارك بمثل هيك مسابقه وايضا فاز بها. واللي حبيته ايضا انه هو يمشي بشكل يومي مع بنته اللي تبلغ من العمر 70 عام. تعرفين يعني شهد شقد مهم الانسان يهتم بروحه. احنا دائما نقول الاعمار يعني بالعراق شوي شوي تتناقص، كل فتره دا نشوف انه خلينا نقول الاعمار يعني بتقل. صح، شقد مهمه، لانه من خلال السمنه وعدم الحفاظ على صحه جسمك اكيد راح تسبب لك مشاكل. صح. وهذه الامراض والمشاكل راح تؤدي الى الوفاه. واحنا نحتاج الى هذا الكلتشر، او خلينا نقول انه نجيب مفهوم الرياضة والكونسبت مال الرياضة وندخله بالمجتمع على العراقي شوي شوي. مستمرين وياكم مشاهدينا، وضيفتنا الثانية هي الرسامة كروم ياسين، اليوم راح تحدثنا عن تجربتها بالرسم ومجالها بالرسم ومسيرتها أيضا. يسعد لي صباحك كروم. صباح الخير. صباح الخير، أشكركم. شنو هو الاسم الحلو بالبداية كروم؟ أنا أول مرة أسمع هذا الاسم. أي فعلا، عاشت الأسامي، اسم غريب يعني ما موجود منه يمكن. صح. بالبداية طبعا قبل ما تحدثينا عن مسيرتك، الصراحة أنا بس التفتت وشفت اللوحات انبهرت، خاصة باللوحة الأخيرة أعتقد شايفتها أنا. ليلى العطار، هاي الفنانة العراقية الرسامة الله يرحمها. طيب كروم، نبدي حوارنا بعرفينا شوية عن نفسك، شو وقت بلشتي بالرسم، شو وقت اكتشفتي موهبتك، وما شاء الله ولو هي يعني بين الموهبة قديمة. صح. هو فعلا قديمة، بس يعني ما كنت مستمرة بها يعني من أيام الدراسة أنا بلشت يعني، وبعد كانت عندي هم صديقة وياي نفس الصف. حلو. من البصرة الله يذكرها بالخير، ما أعرف هسه وين صارت. فكنا يعني نتنافس أنا وياها. بعدين افترقنا، فأني ما أعرف ليش تركت يعني فترة طويلة.
انشغلت تعرفين امور الحياه والشغل واولاد وهاي. فجاه حسيت انه عندي رغبه يعني ارجع ارسم. بال 2017 شفت اعلان معارض يعني وتشكيليين وهاي، ففكرت انه ليش يعني ما ارجع ارسم مثل قبل. صح. بلشت يعني بالبدايه بالرصاص. نعم. قلم الرصاص تخططت وتشجيع يعني اعتيادي من الاهل. نعم. والاصدقاء يعني شجعوني. بعدين بلشت الوان ثانيه خشبيه اكريليك، واخر شيء استقريت على الالوان الزيتيه، يعني حسيت انه يعني هي اقرب الي يعني. حلو جدا. شنو اكثر انواع؟ احنا هسه اشوف يمكن اني ما عندي هاي الخبره بمجال الرسم، بس شنو اكثر شيء انت نوع الرسم او مجال الرسم انت يجذبك؟ شنو اسم نوع الرسم اللي تستخدم؟ والله انا اول شيء بديت بالواقعي. حسيت يعني انه يعني اي متمكنه بيها. بعدين قلت خلي اجرب غير انواع تجريدي، رسمت مناظر طبيعيه، رسمت احنا ايضا نشاهد على الشاشه ايضا عندك لوحات مختلفه، يعني رسومات مختلفه ما معتمده على لاين معين. وايضا تستخدمين الالوان البهيه المفرحه. احب اي الالوان مبهجه يعني تكون. انا كلش هاي الرسمه اللي هي طبيعه، ما اعرف اذا اكو فد قصه هاي لها قصه. صحيح. كلش حلوه وكانه هي اشراقه امل هيك من بعيده تشوفين شمس. هذه اذا اقول انه احنا يوميا طريقنا اربيل كركوك للدوام. اوكي. فيوميا احنا نصادف الشروق. ما شاء الله. يوميا نصادف الشروق وياي البنات يقولوا ليش ما ترسمين هذا المنظر؟ كلش حلو يعني. ويوميا بحيث احنا نصور يوميا واحنا ماشيين. اوف. قلت لهم والله خلي اجرب يعني. يعني هذه اللوحه لها علاقه بطريق اربيل الى كركوك. اي يوميا احنا نصادف الشروق يعني واحنا رايحين للدوام. جميل. والله صحيح يعني من رسمتها يعني انا انعجبت بها يعني. جميله جدا. طيب لوحه الرسامه العراقيه ايش عجب فكرتي انه ترسمين؟ والله انا من يعني معجبه بها من زمان يعني. اي ومن صارت يعني اي معجبه بها، فمن شفت صورتها على الانترنت ودائما تعرفين الذكريات العراقيه يطلعوها يعني هاي من ضمن الذكريات العراقيه. ويا الاغاني هي من القديمه الشخصيات اللي دائما تنذكر فعلا. فاني شفت هاي اللوحه عجبتني فرسمتها يعني. طيب هذه اللوحه ايضا شنو؟ هذه اللوحه يعني انا تاركه اسم تسميتها للجمهور يعني اكثر من تسميه لها يعني. هاي الدائر مدائرها كتب يعني. نعم واضح انه هي ده تقرا اعتقد. اي وهي هاي الماسكه. بس شنو فكرتها؟ جريده يعني الفكره انه القراءه مطلوبه يعني حتى وقت اللي هسه تكنولوجيا والانترنت، بس احنا يعني المفروض يعني نرجع للقراءه والكتب انه هي اني دا اشوف انه هي لابسه لبس حلو. شكلها الخارجي حلو. أي. عصري 100%. وبنفس الوقت هي دا تقرا. والفكره الثانيه انه اكتساب المعرفه او القراءه ما مقتصره على نمط معين يعني او شريحه أو معينه من حلو. من المجتمع يعني. هاي همينه تبقى الجمهور من فت نشاط كل واحد يمكن يشوفها يفسرها مثل ما هو يحب يعني. زين هو ايش قد يعني مرتبطه موهبه او فن الرسم مرتبط بخيال الواسع عند الشخص؟ يعني انت من تستلهمين لوحاتك او تستلهمين افكار اللي راح انت تخططيها وترسميها، شلون على شنو تعتمدين؟ على الانترنت، على الواقع، على شنو بالضبط؟ والله انت حسب يعني مرات اذا صوره مثلا تعجبني او مثل ما هاي اللي طبيعه انا رسمتها وانت تضيف من عندك عليها حتى اذا انا قلت انت صوره راح تضيف احساسك اولا، وثانيا تقدر تغير يعني بالالوان، تغير شوف انت ايش تشعر باللوحه. دائما الفنان لازم يضيف لمسته الخاصه. أكيد. على كل عمل فني. لمستك انت يعني. صح. بالاخير هي الماشيه يعني. أكيد. طيب احنا نشاهد بالاونه الاخيره اصبحت ادوات الرسم متاحه اكثر من قبل. فعلا. حتى ايه. كالوان كمعدات رسم ايه. متاحه، فاكو بعض الشباب يعجبهم الرسم، فشنو تنصحيهم؟ انه هل هو بدايه راح تكون متعبه او هل لازم تكون عنده موهبه من الطفوله؟ حضرتك ذكرتي انه كانت عندك الموهبه تركتيها ايه. فتره ومن بعدها رجعتي، فهل هذا شيء ممكن سهل على اللي يحب يرسم؟ بوجود مثل ما قلتي المستلزمات وبوجود الانترنت واليوتيوب يعني متاح كل شيء هسه،
محاضرات أونلاين، رسامين، صح. لوحات عالمية تقدرين تأخذين من عندها. بس إحنا مشكلة عندنا إنه المواد اللي ده نستخدمها مو جودة عالية. أحياناً يعني اللي كلش يعني جودتها عالية تكون شوية غالية. ما متوفرة. ما متوفرة يمكن بالعراق أصلاً. يعني أنا كلش حلو ده أشوف يعني برغم الإمكانيات المحدودة اللي عند فنانين. يعني هذا نطلع فد شيء يعني. جميل. شيء جميل. بس يعني رغم هذا الشيء أنا ده أشوف اللوحات اللي قدامنا. فهم اكيد انت لو خلينا نقول سنحت لك الفرصه وكان عندك المواد اللي هي انت تريديها واللي تعرفين ممكن اللوحه تطلع اكيد راح نشوف لوحات تكون مميزه اكثر. بس انا اصلا منبهر بهاي اللوحات اللي قدامي واني نفس الشيء. بما انه يذكر زين ذكر انه لو كانت عندك المعدات او المستلزمات الاكثر جوده راح تبدعين. اريد اعرف شنو طموحك وين؟ والله يعني نفس النقطه انا اللي ذكرتيها. انا كان عندي طموح يعني انه مشروع صغير اسويه يعني انا خاص بي انه افتح جاليري للتعليم الرسم لصغار السن وايضا تعليم موسيقى يعني كنت ناويه وايضا مستلزمات الرسم اوفرها يعني. بس صارت جائحة كورونا وقفت حتى اختاريت المكان ودرست المشروع بس توقف يعني خلال انتشار الفيروس. بس إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل أنا لازم أحقق هذا الحلم وطموحي أيضا أنه أشارك معارض خارج القطر. يعني شاركتي بمعارض داخل القطر؟ داخل القطر إيه هواية بأربيل كلش هواية شاركت وآخر شيء ويا مؤسسة عشتار رئيسها استاذ باقر. نعم. بالبغداد بوزاره الثقافه شاركنا وبسليمانيه معرض التعايش السلمي مع اخواننا الاكراد يعني حلو. كان ناجح بكل المقاييس يعني حلو جميل. كروم اليوم انت ترسمين لوحات كلش حلوه ومبدعه بس شلون تخلين المقابل يشوفها؟ هل انت تحاولين انه مثلا تستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبيعين لوحاتك؟ والله انا عندي طبعا عندي بيجات وقسم من اللوحات انباعت وحتى خارج العراق يعني حلو. عندي والباقي هدايا اوديها اعلقها بالبيت يعني عندي من البنات اكيد انت بيتك يعني ما تفوز لوحات لوحات متاكد من هذا الشيء المرسم مالتي يعني هو مملكتي يعني بصراحه حتى لو اني ما عندي نيه ارسم فاني اقعد يعني ارتب شغلات. طيب خطر على بالي سؤال اللي يعجبه انه يرسم يخلي الهدف من 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 هذه الموهبه انه هو لانه حاب يملك موهبه الرسم فيبدا بها ولا لانه يستغلها كبزنس له؟ والله هو ماكو ضرر انه تستخدمين موهبتك انه بس اول تفكير ممكن بس بالبدايه اكيد انت يعني حبك للرسم يخليك يعني اي تدفع حافز يعني بالبدايه. انا بالبدايه ما كنت ناويه لا اسوق ولا ابيع ولا اي شيء. بعدين من صارت المعارض وشفت انه لوحاتي مطلوبه صارت عندي هاي الفكره يعني انه لانه بعض الشباب يمكن اليوم يفكرون يعجبهم الرسم فيقول لك مثلا انه ما راح اقدر استفاد من عنده شيء فلازم بالبدايه يخلون بالهم انه هم لانه حابين الرسم ممكن انه يمارسون هذه الموهبه ومن حتى لو ما استفادتي ماديا فهو معنويا انت مستفاده يعني نفسيا ممكن سادس. شنو اكو لوحه ببالك تريدين يوم من الايام ترسميها؟ اكو فد شيء ببالك مخيلتك انه تريدين يوم ايام مثلا ارسم هاي الشخصيه او ارسم هذا المعلم او ممكن متاثره ايضا برسام معين او بلوحه معينه؟ والله ماكو شيء ببالي يعني هسه بس ممكن اكيد راح يكون في بالك من بعد سؤال زين راح تفكر هي بالموضوع راح افكر بالموضوع اكيد. طبعا احنا كلش استمتعنا بحضورك كروم وساعدنا بشوفه هاي اللوحات الحلوه والجميله. نتمنى لك كل الموفقيه بمسيرتك الفنيه هاي. شكرا وان شاء الله بيوم ايام نشوفك. انا سعيده جدا بهذا اكيد راح يضيف لي يعني شكرا شيء جميل مسيرتك. انت اضافه لصباحنا اليوم. شكرا لتواجدك وياك. مستمرين وياكم ووصلنا إلى فقرتنا وسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم واللي كان ويانا من صباحنا. أي معلم أو مكان سياحي عجبك تزوره أو تتمنى زيارته؟ وياك التعليقات زين؟ هواي أكو تعليقات يقولون كولوسيوم أو برج أبيزا في إيطاليا.
عراق ما شاء الله، الكومنتات اغلب الكومنتات كاتبين العراق، سور الصين العظيم، ايضا مثل ما قلنا برج ايفل في فرنسا، القدس اكيد معالم الموجوده في مدينه قدس سويسرا، اهوار حلوه، بدنا نشوف سجرادا فاميليا في اسبانيا. يعني اكو هواي اشخاص عندهم طموح ويوم من الايام انه يزورون هاي المعالم السياحيه الموجوده بدول مختلفه، واكيد نتمنى انه هاي الفرصه تجي لهم وهم ياخذون صور عند المعالم اللي هي ببالهم. من بعد اليوم المفروض يبدون يخططون أكيد لسفرتهم ووين يعجبهم هم يسافرون، واي بلد واي مكان سياحي يعجبهم يزورون، ان شاء الله تتحقق ان شاء الله. ومثل ما ذكرت زين، قلت انت كثير منهم كاتبين بغداد، اني ذكرت انه في السابق قبل يعني سنوات عديده كانت بغداد من الاماكن اللي العرب يتمنون زيارتها ويتمنون انه يشوفوها. ان شاء الله ترجع هاي الايام وانه بغداد تكون عاصمة الدول العربية كلها. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا الصباح، وايضا ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم بحلقة جديدة من صباح الشرقية. اتمنى لكم ويكند سعيد، وشكرا لك. شكرا لك شهد، وفي امان الله.